الأخلاقي، وهي جوانب مهمة في حياة الإنسان، لكن تبقى العلوم الأخرى اللي من خلالها الإنسان يرقى لا شك أنها مهمة جدا. اليوم أي أمة لا تأخذ بالعلم تنتكس تروح. أعداؤنا يحاربوننا بالعلم، وإذا ما تجابها بنفس الوسيلة تبقى متخلف وضعيف. وهاي اليوم أنا ما أريد أذكر مصاديق، بس انظر إلى الفضائيات اليوم، شوف هذاك بيش إجابه وهذا بيش إجابه. حرب موجودة بالشرق الأوسط الآن، لكن شوف سلاح هذا وشوف سلاح هذا، هذا وظف العلم اللي عنده، هذا ما عنده شيء. التكنولوجي اللي عند هذا ما موجود عند هذا مع شديد الأسف. ولهذا يجب إذا أريد ترى ذول الجماعة اللي راحوا أكو مجموعة من علماء الدين من الأزهار وغيره، قبل ماكو تواصل، بالقرن الماضي ماكو تواصل، ما كان تواصل موجود. ذول الجماعة راحوا ما كان طيران، نهاية القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين كان النقل بالبواخر. ذول الجماعة لما راحوا لأوروبا وشافوا أوروبا شيء جديد، هذا بأيام العثمانيين، وذاك الوقت العالم الإسلامي يعيش حالة من التخلف، شافوا شيء عجيب، أسروا هذه القضية بأنفسهم وإجوا قالوا إحنا نحتاج إلى نهضة، نحتاج إلى أن ننهض بواقعنا كمسلمين حتى نسير بركب الأمم، حتى نجاري الأمم. بس طبيعي بقت مثل محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، مجموعة غيرهم، حاولوا الإقبال اللاهوري، مجموعة تهمهم مصلحة هذا الدين، قالوا إحنا هذول تسلحوا الغربيين بالرغم من أنه جعلوا الكنيسة، حصروا الكنيسة في مكان ضيق، ومع ذلك تقدموا. فإذا هذا ديننا اللي هو دين العلم، دين لابد أنه نفعل هالقضية هذه ونعيد للمسلمين وعيهم حتى نسير. يسمونه الإحياء، شنو معنى الإحياء؟ هذا ترى إلى علاقة بموضوعنا، الإحياء الديني، الإحياء الفكري، الإحياء يعني المجتمع ميت ويحتاج إلى إنعاش، يحتاج إلى إعادة حياة من جديد. زين، إذن هذا العلم طبيعي، العلم هالفضيلة العظيمة هاي الناس يتفاضلون بها، يتميزون على أساسها، والأمم الآن ها إنما الأمم الآن مثلا لما تريد الدول في العالم الآن على أساس ما اكتسبت من علم تصنف، أكو عالم أول، أكو عالم ثاني، وأكو عالم شنو ثالث. هذا الأول شنو على أي يعني، هذا التصنيف على 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 أي أساس؟ على هالأساس هذا. وهذا العجيب، إحنا ديننا يؤكد على هالقضية منذ القدم، العلم اطلبوا العلم ولو في الصين. يا أخي جنابك راجع أي كتاب الآن من كتب تراثنا الحديثية، انظر كم من الأحاديث التي تؤكد على العلم. القرآن يقرن العلم بالخش، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم لا يسير مخالفا للدين، العلم لا يسير بطريق والدين بطريق آخر، لا، الدين والعلم سنوان، وبمقدار ما الإنسان يوصل للعلم يكون ينعكس على الجانب الإيماني من شخصيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أشد خشية عظمة الإنسان من خلال ما يعلم. يعني الإمام علي سلام الله عليه يجعل قدر الإنسان مقدار ما على مقدار علمه،
مقدار ما يحسن من العلم. الناس يقول هاي الأبيات منسوبة إلى الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم يحيي الأمم الحقيقة. إذن هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول المراد الإسلام يدعو إلى الجهاد، مقصود بالحياة الجهاد، هو يحيي الإنسان الجهاد، لأنه الإنسان إذا ما كان بهالمستوى يعيش حالة من الذل، والذل والذلة موت، موت معجل. لما الإنسان يعيش ذليل في حياته هذا ميت مو عايش. فلما يدعو الإسلام إلى الجهاد يعني إلى العزة وإلى الكرامة وإلى عدم الخنوع وإلى عدم الخضوع للطواغيت وإلى عدم الخضوع لكل المؤثرات، يريد يخليه إنسان عزيز. فبالتالي العزة حياة. أليس الإمام علي سلام الله عليه في صفين؟ الإمام علي سلام الله عليه التقى الجيشان، جيش علي وجيش ابن آكلة الأكباد. لما استولى الجيش الشامي على الفرات منع أنصار علي من الماء، قالوا نقتل علي وأصحابه عطشا، نقتلهم عطش ما نخليهم يشربون ماء. شايف كيف؟ هنا الإمام علي سلام الله عليه انتدب أصحابه وقال له كلمة جميلة جدا، من ضمنها يقول لهم امروا السيوف من الدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. شايف شلون المعادلة هاي؟ لما تكون عزيز القاهر هنا العزيز، فالموت في حياتكم أذلاء مقهورين والحياة في موتكم قاهرين، ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمس عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية. فإذا الإسلام لما يدعو الحال طبيعي هذا الجهاد، الكلمة صارت منحوسة مع شديد الأسف على يدها السلفية النجدية الحقيرة، أصبحت مفاهيم الإسلام مفاهيم إرهابية، وإلا هذا المفهوم الحقيقة مفهوم الجهاد في الإسلام إلى أبعاد جميلة، مو فقط المقصود به الدم والقتل، لا 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 لا، مقصود به نصرة المظلوم، الدفاع عن حريات الناس، الدفاع عن الأبرياء. أما الآن اللي خلوه بذهن الغرب عن قضية الجهاد القتل وسفك الدماء، سأقول لك لأي غرب الآن لأي واحد أسترالي هنا يقول جهاد يعني هذول أسامة بن لادن وربعة، التشويه لمفهوم إسلامي حي رائع لكن شوهوا. فإذا الإسلام يدعو إلى العز، يدعو للجهاد اللي بمعناه الإيجابي، اللي بمعناه أنه الإنسان ما يعيش حالة خنوع، ما يعيش حالة من الذل والانكسار، يبقى دائما قوي العزيمة، وهي حياة بحد ذاتها. الحياة إن لم، هذا الأديب الآخر يقول والحياة إن لم تصنها الضحايا هي والموت في النفوس سواء، ويقول هاي حياتنا البيولوجية إذا ماكو أكو جهاد وأكو وقوف
بوجه الظالم وردع هذا الظالم اليوم. وأين العدالة؟ هذا الظالم اليوم اللي يقصف الأبرياء ويقتل الأطفال والنساء، أكو عدالة اليوم بالعالم هذا؟ كذب وضحك على الذقون. اليوم قوة، أكو لسان، لسان القوة، عندك قوة. هذا الآن الشعب البحريني يذبح صار لسنتي ولا أحد يرثي له، ليش؟ لأن القوة ضده، القوة العظمى بالعالم ضده، ما تريده. شايف كيف؟ إذا الإسلام يريد يربي، يقول الحياة، الحياة أن الإنسان يقف مهما يتعرض من آلام ومصاعب، مهما يتعرض من ضغوط، مهما يتعرض من آلام قتل، إلا أنه يبقى عزيزا يدافع عن حقه ما دام يعرف نفسه على الحق، يبقى مدافعا عن حقه، عن حريته، عن كل ما له صلة بحياته. هذا رأي آخر، ورأي يقول أنه الحياة المقصود بها الشهادة، والإسلام يطرح المفهوم هذا. كلمة شهادة ما إجت بمعنى بهاللفظ بالقرآن الكريم، لفظ القرآن الكريم إجا القتل، الموت في سبيل الله والقتل في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، في سورة البقرة. آية أخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا المفهوم يقول أكو مفهوم جديد، هو قتل لكنه حياة، حياة لمن؟ حياة للأمة، أن يضحي جماعة في سبيل هذه الأمة فتحيا حياة كريمة. فإذا الحياة، هاي الحياة لما كانت الشهادة والقتل في سبيل الله في هذه الدنيا حياة، الذي يناسبها في العالم البرزخي أيضا حياة، لأن الجزاء من نفس شنو؟ من نفس العمل. فإذا لما كانت هاي بحقيقتها إحياء للشعور، إذا لابد أن يكون جزاؤها حياة للشهداء هؤلاء، أن تكون حياة أخرى. لهذا المسلمون منذ اليوم الأول مولانا الكريم كانت، هل مفهوم هذا مفهوم عظيم يا أخي؟ زرعه النبي صلى الله عليه وآله في سنوات معدودة، لكن المسلم كان إنسان غير، يعني غير معهود في تلك البقعة من الأرض. ما كان ذلك الإنسان العربي اللي يخشى الموت أبدا، سنوات معدودة. ولست أبالي، خبيب بن عدي عليه الرحمة اللي أمسك به القرشيون وقتلوه صبرا في مكة، ولست أبالي وهو بيد الأعداء، ولست أبالي حيث أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما دمت مسلما فليكن ما يكون، ما دمت محقا، ما دمت أطالب بحقي فليكن، على أي جنب كان في الله مصرعي. هذا هاي النفسية يا أخي، بدر السنة الأولى تتعجب والله، السنة الأولى يعني السنوات الأولى للهجرة، في غزوة بدر أخذ المسلمون يساهم بعضهم الآخر